بصفتي المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة، كان الشرف بالتصريح لدى موقعين جريدتين وهما الصدى السياسي وموقع نفتي بي. بعده تم رد فعل لهذه التصريحات هذه من أشخاص من حساب مستعار، وربما عندهم مشكل. أنا درت التصريح ديالي بالنسبة لي عادي، ما انتقد حتى شي حد، ما طبقا القرار ديال المحكمة الإدارية. فإذا به الناس هادو معطل، واش ديك البقرة الحلوب اللي مشات ليهم داروا رد الفعل، أو كيظنوا على أن يمكن هذا رد الفعل وهاد التهديدات راه هي اللي غتحول مجرى المحاكمة، ما القرار تقاد ديال المحكمة اللي الله عطاهنا مع وعلاش دخلنا حنا كاع في هاد المسائل هادي. القرار خداته نسبة للفساد اللي كاين، فما عندهاش مشكل فيه. ولهذا بقيت هذا من حساب يستعملوه البعض باستعمال حساب مستعار. أنا بالنسبة لي تنقول لهم بأنه الجبان يبقى جبان ولو ألبسته لباس الأسد. هذا الغريب في الأمر يعني، وهو هل استقبال قرار المحكمة الإدارية بارتياح أصبح جريمة لهذ الناس؟ هل لكي تكون يعني حسب تصريحاتهم، هي لكي تكون قنيطري عليك أن تتستر على الفساد؟ إذا كان هذا هو الشرط، ما القانون الذي يمليه؟ لهذا أفضل أن أكون شريفا بدل أن أكون فاسدا. لهذا أقول لكم أيها الجبناء، لن تخيفني تهديداتكم. شنو نوع التصريحات اللي صرحتي في الجريدة الوطنية الصدى السياسي ونفتي في وإما اللي على الإثر ديالها تعرضتي لها التهديدات؟ أنا التصريحات اللي صرحت وهو لك على القرار اللي خداها عرضه على المحكمة الإدارية السيد العميد، قرار لأنه سبق يمكن المستشارين باش تقدموا بشي كاين السيد العميد، وكاين كاع داكشي اللي اعتمدت عليه المحكمة، وقرار خداته ديال التأييد القرار ديال السيد العميل. هادشي اللي كاين يعني هو القرار كان هو العزل، وإذا كاين العزل راه المحكمة اعتمدت على 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 عناصر. ولهذا هادشي اللي ما قلت شي حاجة أخرى، وفوق من هادشي كامل وهو اللي قلت أنا، وهو هاد الناس هادو اللي مشاو كياخذوا هاد المحروقات تيبقاش كل اللي مدهم هذا اللي عطى داك الضوء الاخضر لا للشركه ولا لهاد المستشارين. على هاد المستشارين انا بالنسبه لي نظن هو يصرحوا بشكون اللي دفع بهم، شكون قال لهم ما يمكن جاو من ديتهم راسهم ومشاو ياخذوا المازوت من تما او ما عرفتش المحروقات. هذا الشيء اللي كاين عندي انا. نعم. شنو رسالتك لهاد الناس اللي كيهدوك؟ واش كيهدوك من الأسرة ديالك ولا كيهدوك كشخص ولا كيهدوك في الموقع اللي انت فيه؟ دابا التهديدات دابا بالقذف والسب والضرب، ربما تيقول لك إلا لقيناك هذاك الشارع العام راه غادي نتكرفسوا عليك بالضرب. وهادي والله أعلم يعني الانسان اللي مسعور كيهدد بهذه الطريقه هذه يعني عول على الجريمه. وكان بالنسبه لي انا ما تيخوفنيش هادشي، ماشي هادو ماشي اول مره، ما عنديش انا مشكل يزيدوا يهدوا، لانه الجبان هو هذاك اللي كيهدد بهذا الحساب المستعار يخرج للوجود يقول هنا ولا عنده شي موقف. حنا كجمعيه الهيئه لحمايه المال العام، الى عطانا شي او شاف شي فساد او شاف ما يفيد نقدموه حتى حنا مستعدين. راه الاشاره اي مواطن، ولكن باش يهدك خصك ما تذكرش الفساد
وهذه راه هذه راه اراثه كتعتبر احنا اراثه من السنوات الرصاص، وكاين واحد الريحه واحد الشبه كيدل على سنوات الرصاص. الناس راه ما خابينش، ربما نقدروا نجبدوا السميات وزايد ما بغيناش نجمعوا من غير هادشي كامل. ما احنا بغض النظر على هادو يكونوا مستشارين او لا، كاين الفساد في هاد الجماعه ما فهمناش. الشارع ديالو قنيط راه كله كيتشكى من هاد المجلس جامد راكد، لا ما عارفينش شنو المصير ديال الجماعه فين غاديين. داكشي كنعرفو دابا كنسمعو غير الاخذ والرد، وما كاين حتى شي حاجه في البلاد. فراه ميتة جالسة نيت راه قتلوها وقضاو معاها، شنو غنديرو مازال معاها؟ انتوما كالهيئة الوطنية لحماية المال العام والدقيقة، شنو الموقف اللي خديتوه من المهمة التحديدية؟ من الموقف اللي خدينا هو ولا بدا ما ندفعوا بهذا الشيء في البحث ديالنا. وراه عندنا الدراسة كما قال الحل، الهيئة عندها الدراسة ديالها ديال لجنة الدراسة ديال هاد الملفات هادو، ومن بعد كتقدمهم تاهي كتشوف إذا كانت من الضروري باش تقدم للقضاء أم لا.